بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم أبنائي الطلاب طلاب بريب 1 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري آه كل سنه طبعا وانتم طيبين وكل ترم وانتم طيبين ومبروك لكل الناجحين آه اللي بعتوا لي الدرجات بتاعتهم الف مبروك وان شاء الله عقبال الترم الثاني آه وان شاء الله الناس اللي ما جابتش الفول مارك آه طبعا ان شاء الله الترم الثاني تجيب الدرجه النهائيه الفول مارك باذن الله آه نتعب شويه يا اولاد ونجتهد ان شاء الله ربنا مش بيضيع تعبنا أكيد طبعًا كل اللي ذاكر وجاب درجة كويسة أكيد طبعًا فرحان دلوقتي وحاسس طبعًا بنتيجة تعبه اللي هو تعبها طول الترم اللي فات. أه طبعًا ما ننساش يا ولاد نحمل أبلكيشن مستر ساينس إن شاء الله هيتم فيه تحديث كل الملفات بتاعة الترم التاني إن شاء الله. أه خلال يومين بالظبط إن شاء الله. أه كمان يا ولاد ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة الجديدة قناة مستر ساينس 2 اللي أنا بكلمكم منها دلوقتي. لان القناه طبعا القديمه بتاعتنا عارفين ان هي طبعا يعني اتسرقت او راحت مننا خلاص فكل شغلنا دلوقتي هيكون على قناه مستر ساينس 2 طبعا نعمل سبسكرايب ليها عشان تقدروا تعرفوا مواعيد نزول الفيديوهات ونتابع مع بعض بقى اول باول درس بدرس وكده مع بعض ما تجريش الفيديو شوف الفيديو بتاعك للاخر علشان خاطر تقدر تفهم الدرس كويس اعتبر كان دي حصه الدرس بتاعك واي سؤال ابعته لي في الكومنتات وانا اجاوبك عليه ان شاء الله اول درس عندكم في المنهج يا ولاد بيتكلم طبعا عن حاجه اسمها الكيميكال كومبينيشن الكيميكال كومبينيشن اللي هو بيقول عليه هو بيسموه باسم الاتحاد الكيميائي يعني ازاي الاليمنتس بتعمل رياكشنز مع بعضها ازاي بتتحد مع بعضها ده هنعرفه ان شاء الله في الليسون ده بس الاول يا ولاد لازم نبقى عارفين ان النمبر اوف نون اليمنت العدد الاليمنتس اللي معروفه لحد دلوقتي يا ولاد هو كام 118 يعني لو جالك في الامتحان وقال لك كومبليت ولا حاجه وقال لك the number of non elements عدد الألمنس elements اللي معروفه هتقول له 118 elements اللي هم 118. طيب الألمنس دي يا مستر احنا قسمناها ازاي؟ طبعا يا ولاد الألمنس ار are classified into احنا قسمنا الألمنس elements لايه؟ تعالوا نشوف في ممكن تكون من الألمنس elements ديت دي وفي منها non متلز وفي منها كمان طبعا اللي هما النوبل جاسس او الانرتي جاسس اللي هي طبعا الاليمنتس يا ولاد اللي هي ما بيعملوش اي رياكشن بيكونوا كده كسلانين كده وخاملين هنعرف ان شاء الله بعد كده ليه سميناهم النوبل جاسس او ليه سميناهم الانرتي جاز يبقى احنا النهارده كلامنا كله عايزين نعرف مين هم الميتالز ومين هم النون ميتالز ومين هم النوبل جاسس او الانرتي جاز يلا مع بعض كده نبدا اول حاجه نتكلم عن الميتالز مين هم الميتالز يا مستر؟ أعرفهم إزاي؟ هقول لك طبعًا إحنا واخدين في الترم الأول الإلكترونيك كونفجوريشن التوزيع فاكرين؟ لما كنت بقول لكم مثلًا أنا عندي إليمنت زي الصوديوم اللي قدامكم في الصورة ده إن أي 11 لما أقول لك أعمل له إلكترونيك كونفجوريشن هتقول لي يا مستر كي 2 ال 8 وعند كده إم طبعًا كده 10 يتبقى كام من ال 11 دول يتبقى 1 طيب مستر هو إحنا ليه بتقول لنا الكلام ده تاني يعني يا مستر؟ تعالوا نشوف يا ولاد ما هو انت عن طريق الالكترونيك كونفجريشن اللي انت درسته في الفيرست تيرم اه انت هتقدر تعرف التايب اوف اليمنت ايه نوع الإيليمنت ده؟ فطبعا يا اولاد الإيليمنت او الميتالز ديت هتعرفهم ازاي؟ هتقول كده ذي ار إيليمنتس ويتش كونتين 1، 2، أور، 3 إليكترونز in the outermost energy level. تاني كده يا مستر؟ هما إيليمنتس يا ولاد هتلاقي عندهم في اللاست انرجي ليفل في الاوتر موست انرجي ليفل في اخر ليفل خالص هتلاقي فيه يا اما 1 الكترون يا اما 2 الكترونز يا اما 3 اه فهمت يا مستر يعني انا عشان اعرف الاليمنت دوت ميتال ولا نون ميتال اعمل الكترونيك كونفيجريشن بالظبط كده وبعد كده شوف بقى عينك على اللاست ليفل لقيت فيه 1 اور 2 اور 3 اي حاجه من الثلاثه دول يبقى الاليمنت اللي قدامك ده ميتال يا ولاد على طول طبعا اكسبت و واحد بس اللي هو الهيدروجين خلاص خليه كده على جنب والهيدروجين هنعتبره آه ان هو نم ميتال مع انه عنده 1 الكترون بس بس غير كده اوكي انت معايا في في الرول دي اتفقنا طيب مستر هما طيب احنا كده عرفنا على الورق يعني انا عرفت كده على الورق هعرف الميتال ازاي امال يا مستر انا هعرف الميتال ازاي لو انا ماسكه في ايديا لو انا ماسك اليمنت نوع ميتال هعرفه ازاي تعالوا نشوف يا ولد طبعا الميتالز ليهم صفات اول اول بروبرتي من البروبرتيز بتاعت الميتالز ان هم ذي ار سوليدز اكسبت واحد بس اللي هو مين اكسبت ميركوري اللي هو رمزه اتش جي يا ولاد اللي احنا بنقول عليه اسمه الزئبق دوت بيكون ذا اونلي ليكويد ميتاليك اليمنت يعني هو الوحيد اللي كويد. زي ما انتم شايفين في الصوره كده ده الميركوري اللي هو موجود في الثرمومتر في الترمومتر بتاع الدكتور تمام كده الليكويد اللي جوه ده اللي هو طبعا بيسموه باسم الميركوري ده ميتال يا مستر يعني هما كل الميتالز يا مستر سوليدز اكسبت ميركوري از ذا اونلي ليكويد اه بالظبط كده يبقى دي اول معلومه عن الميتالز طيب طب يا مستر ما هو الكول الفحم ميتال آه سوري نون ميتال ومع ذلك سوليد استنى بس لسه ما كملناش نمبر 2 they have metallic luster يعني ايه they have metallic luster؟ بص على الخاتم اللي تحت ده او اللي تحت دي كده وانت تعرف شايف الميتالز عامله ازاي يا ولاد تقول يا مستر دي بتلمع بس كده برافو عليك هل بقى الفحم اللي انت قلت لي عليها من شويه دي كانت بتلمع لا 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 يا مستر يبقى مش كل سوليد هيبقى ميتال لان يعني في او حاجات سوليد بتكون نون ميتال خلينا الاول في الميتالز يا ولاد الملحوظه الثانيه اللي احنا لاحظناها ان هم دي هاف ميتاليك كلاستر عندهم لمعان طيب ايه كمان they are good conductors of heat and electricity وهنشوفها دلوقتي في انيميشن هيعجبكم جدا ازاي الميتالز فعلا are good conductors of heat and electricity ازاي بيوصلوا يا مستر هيت وازاي بيوصلوا الكتريستي وهنعرف دلوقتي يا ولاد ازاي اخر حاجه they are طبعا ماليبل اند دكتيل يعني كلمه they are ماليبل يعني بيكونوا يا ولاد سهله التشكيل يعني الدبله دي انت شكلتها وعملتها على او الذهب ده اللي هو الجولد ميتال انت خليته على شكل رينجا حلقه صح ولا لا تمام كده يبقى ذي ار طبعا مليبل اند داكتيل يعني اللي هم بيكونوا سهلة طبعا التشكيل ان انا ينفع اعمل طبعا ثاني وتشكيل طيب ادي آه يا مستر آه الكيميكال والفيزيك طبعا كده الفيزيكال بروبرتيز اوف ايه اوف ميتلز وشفنا فوق يعني ايه ميتلز تعالوا بقى نشوف الانيميشن اللي جاي ده ونعرف فعلا ان هم ذي are good conductors of heat and electricity يلا بينا طب زي ما احنا شايفين كده يا اولاد الهيت كوندكتيفيتي اوف ميتالز احنا اتفقنا ان الميتالز جود كوندكتورز اوف هيد تعال نشوف مع بعض كده اه اكزامبل لو احنا شفنا هنا مثلا لو عندنا ميتال بار الميتال بار ده اه طبعا بنسخن من الناحيه من منه بكندل وحاطين هنا مثلا شمع كده واكس زي ما انتم شايفين هيت ترانسفيرس ثرو ميتالز اهو هيفضل يقع يا اولاد بالترتيب لحد طبعا ما يوصل الحراره لحد اخر طبعا جزء منها يبقى ده معنى كده ايه ان الهيت او يعني ان بصفه عامه ار جود كونداكتورز اوف هيت يعني بيوصلوا الحراره كويس جدا تمام كده طب تعالوا نشوف بقى يا ولاد لو احنا عايزين نعرف الميتالز هل هم جود كونداكتورز فعلا اوف الكتريسي ولا لا هنا جايبين بيس اوف ميتال ميتال بقى ممكن تكون ايرون ممكن تكون كابر ممكن تكون جولد سيلفر اي ميتال وعملنا سمبل الكتريك سيركت زي ما انتم شايفين كده فيها لامب وفيها باتري الباتري وفيها الكي تمام وعايزين نعرف دلوقتي او احنا قلنا من شويه ان الميتالز ار جود كوندكتورز اوف الكتريستي هتقولي تمام يا مستر طب تعالوا نوصل كده ونشغل الكي ده تعالوا كده طبعا بالظبط كده يا مستر ان الميتالز مالها ار جود كوندكتورز اوف اوف الكتريستي لو انا دوست على الميتال دي وشفت الـ الـ طبعا يا ولاد ادي الالكترونز فيها بتتحرك زي ما انتم شايفين كده بتتحرك طبعا فريلي بحريه عشان كده طبعا الميتالز ار جود كوندكتورز اوف اوف الكتريستي يبقى احنا كده اتاكدنا ان هم جود كوندكتورز اوف هيت وتاكدنا ان هم جود كوندكتورز اوف الكتريستي بعد ما شفنا الفيديو يا اولاد وشفنا الـ طبعا الكونداكتيفيتي بتاعت الميتالز وان هم جود كوندكتورز اوف هيت اند الكتريستي ده كان الفيزيكال الفيزيكال بروبرتيز اوف ميتالز وات اباوت كيميكال يعني ايه بقى يا مستر الكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز ايه صفاتها الكيميائيه يا ولاد؟ طبعا اول حاجه يا ولاد لازم نبقى عارفينها في الميتالز هم بيتفقوا في حاجه ايه هم يا مستر او بيتفقوا في ايه ان الميتالز Tend to give their outermost energy, uh, electrons in the outermost energy level, يفقدوا الالكترون اللي موجوده في اللاست ليفل ويتحولوا لحاجه اسمها positive ion and it change into positive ions. يعني ايه يا مستر؟ تعالوا يا ولاد نشوف مع بعض. تعالوا مثلا الصوديوم ده اللي هو NE11 ده اتوزع ازاي؟ 2 8 1 صح كده؟ تمام يا مستر. الصوديوم يقول لك ايه؟ انا اللاست ليفل عندي مش مليان، انا مش شبعان لسه. انا انستيبل اليمنت، انا لازم ادور على اليمنت تاني اعمل معاه رياكشن اتحد معاه عشان اكون مستقر كده، مش احنا فين يا ولاد من الترم اللي فات ان اللاست ليفل لازم يكون كومبليتلي فيلد ويز مليان على الاخر بالالكترونات عشان تكون الاتوم دي ستيبل، صح؟ اه تمام يا مس طيب هو عنده 1 الكترون فالاحسن يعمل ايه؟ الصوديوم يقول لك طبعا انا اعمل لوز للالكترون ده عن اني اخد لوز 1 طبعا عن اني اخد 7 الكترونز ما هو عايز يكمل لايه يا اولاد عايز يكمل لايه مش عارفين ان الانرجي ليفل ده بيتملي 8 طبعا 8 إيت او ايتين يا اولاد بس احنا طبعا عارفين ان في حاله ان هو بيكون فيها ستيبل لما يكون عندي 8 برضه ما فيهاش مشكله خالص نراجع طبعا الدروس اللي فاتت ف الصوديوم يقول لك احسن ما اعمل جين 7 صعب عليا انا اعمل لوز 1 طيب يا صوديوم هتعمل لوز 1 الكترون اه لوز 1 الكترون هيبقى الالكترونيك كونفيجريشن بتاعك ايه؟ هيبقى 2 8 مش ملاحظين حاجه؟ كان او احنا عارفين برضو من الترم اللي فات ان النمبر اوف بوزيتيف بروتونز اللي هم 11 اللي هم ال 11 بروتونز دول ايكوال ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترونز اللي هم ال 11 اللي بره دول طيب انت عملت لوز لوان الكترون رميت ده يا رميته بقى مين عندك اكتر هتقول لي يا مستر اللي بقى عندي اكتر البوزيتيف بروتونز عندي 11 وبقى عندي 10 10 الكترونز بس وبقيت شبه النيون اللي هو ان اي 10 اللي هو الانرتي جاز ده اللي هو مستقر وعايش كده مستقر وإلمنت كده مستقر بس انا بقى ساعتها اتحولت لحاجه اسمها بوزيتيف ايون ليه بقيت بوزيتيف ايون يقول لك لان بقى عندي البروتونز مور ذان الالكترونز مش انا رميت الكترون تخيل معايا كده يا اولاد انت كده رميت ايه رميت الكترون بقى عندي البوزيتيف بروتونز طبعا اكتر 11 وعندي كام الكترون بره عندي طبعا 2 آه طبعا 10 الكترونز موجودين بره يا ولاد فتحولت البوزيتيف اي لك تاني كده وليكن مثلا انت آه وانت واقف كده نصك اليمين ده عليه بوزيتيف تشارج 11 والناحيه الشمال دي عليها نيجاتيف تشارجز 11 خدت انت بقى يعني نيجاتيف تشارج منهم من الناحيه الشمال دي ورميتها بقى مين اكتر هتقول لي يا مستر بقى البوزيتيف اكتر بس كده كت... يبقى انت اتحولت كده البوزيتيف اي فهمنا مش في اكزامبل تاني اكزامبل تاني يا ولاد زي مثلا الام جي 12 يلا نوزع كده 2 8 كده 10 بقى اكمل ال 12 دول يبقى 2 طيب المغنيسيوم يقول ايه يقول لك انا عندي 2 الكترونز في اللاست ليفل انا كده انستيبل انا لازم اكون مستقر كده و... عشان اكون اتوم كده مستقره و يعني انا كده لازم ادور على ايلمنت تاني اتحد معاه بقى. طيب ليه يا ماجنيزيوم عايز تعمل كده؟ يقول لك اصل انا لازم اللاست ليفل بتاعي يكون مليان. طيب الاسهل ليك يا ماجنيزيوم لوز 2 ولا تعمل جين ل 6 الكترونز؟ يقول لك لا اجيب 6 الكترونز منين؟ انا الاحسن اعمل لوز ل 2 يبقى هكتب هنا على السهم يا اولاد لوز 2 الكترونز. طب يبقى توزيعك الجديد ايه يا ماجنيزيوم؟ هيبقى طبعا 2 8. بقى مين اكتر دلوقتي؟ هيقول لك انا عندي 12 بروتونز بوزيتيف وبقى 10 الكترون نيجاتيف بس، فبقيت اكتر بوزيتيف بقد ايه يا ولاد باثنين. بي فده بيسموه باسم ايه؟ بوزيتيف آيون بوزيتيف بكام يا مستر؟ ب2 طبعا ب2 تشارجز تو بوزيتيف تشارجز وفي الحاله دي بقى اسمه طبعا ماجنيزيوم آيون ماجنيزيوم بوزيتيف آيون يا رب نكون فهمناها طيب بصفه عامه بقى كده نمسح عشان ما تتلخبطوش What is meant by positive ion؟ إيه هو ال positive ion؟ طبعا ديفينيشن سهل جدا هتحبوه جدا. It is an atom of metallic element. آه هو أتوم بتاعت metallic element. يعني هي أصلا كل الميتاليك اليمنتس بتتحول لبوزيتيف آيون. طيب مالها بقى؟ that lose one electron or more during the chemical reaction. يبقى إيه هو ال positive آيون يا ولاد؟ هي عبارة عن آتو. أتوم. أتوم مالها الأتوم دي؟ lose one electron or more يا يعني اما فقدت الكترون واحد او اكتر during chemical reaction. طيب ليه يا مستر؟ ليه بنعمل الفقد ده؟ طبعا to complete their outermost energy levels with electrons عشان تكمل يا ولاد الليفل الاخير بتاعها بالالكترونز. تعالوا نشوف اكزامبلز بقى اللي احنا قلنا عليها يا ولاد طبعا ده الصوديوم اللي احنا قلناه. ده المجنيزيوم برضو قلناه 282 lose two electrons فبقى 28 وتعمل فوق كده positive 2 وهنا تعمل فوق بوزيتيف 1 صح كده او ممكن تعمل بلس بس كده زي ما هي من غير 1 أه هنا بقى يا اولاد الالومنيوم مثلا الالومنيوم اي ال 13 عنده كام الكترون في اللاست ليفل عنده يا مستر 3 طب انت يا الومنيوم هتعمل ايه يقول لك انا عندي 3 الكترونز انا لازم اخليهم 8 طب هتعمل ايه يقول لك خلاص انا الاسهل اعمل لوز ل 3 الكترونز طب وبعدين هيبقى طبعا الاستراكشر بتاعه الجديد او الالكترونيك كونفيجريشن الجديد 2 8 وبقى هنا طبعا بلس ايه بلس 3 اللي هو يا ولاد اتحول لبوزيتيف المنيوم ايون طيب مش ملاحظين كام حاجه كده تعالوا نشوفهم مع بعض اول حاجه يا ولاد لازم نلاحظها ان لو اخرك 1 اور 2 اور 3 يعني قصدي اللي انت ميتال قصدي اللي انت ميتال يبقى انت بتعمل ايه للالكترونز بعمل لوز يا مستر الالكترونز خلاص وانت مغمض لو اللاست ليفل اخره 1 اور 2 اور 3 الكترونز يبقى الاتوم دي بتعمل لوز للالكترونز تو بي ستيبل عشان تكون مستقره تمام وتتحول ليه يا ولاد اند تشينج انتو بوزيتيف ايون تتحول لبوزيتيف ايون طيب ماشي يا مستر الملاحظه الثانيه تعالوا نشوف هتلاقوا دي يا ولاد في اسئله المعاصر وانتوا بتحلوا اللي هي ايه ذا بوزيتيف ايون كاري ا نمبر اوف بوزيتيف تشارجز ثاني كده البوزيتيف ايون كاري ا نمبر اوف بوزيتيف تشارجز مالهم ايكوال ذا نمبر ايكوال خلي بالك من الكلمه دي عشان بتيجي في كومبليت او ساعتها تيجي لك الثانيه ايكوال ذا نمبر اوف لوست ممكن تيجي لك دي ايكوال ذا نمبر اوف لوست ايه؟ الكترونز يعني ايه يا مستر اصلا الجمله دي؟ اسمع حاملني بقى كويس وركز قوي اسمع كده هو ده بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 1 يا مستر ليه؟ عشان لوز 1 بس كده برافو عليك طيب هو ده الماجنيزيوم ده لما تحول لايون اتحول ماجنيزيوم ايون بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2 يا مستر ليه؟ عشان لوز 2 وانت يا الومنيوم لما عملت لوز ل 3 الكترونز فانت كانت التشارج بتاعتك بوزيتيف 3 بصوا بقى الجمله دي تاني كده ذا بوزيتيف ايون ذا بوزيتيف ايون كاري ا نمبر اوف بوزيتيف تشارج الرقم بتاع البوزيتيف تشارج اللي انت شايلها ماله ايكوال ايكوال اهم كلمه ذا نمبر اوف لوست الكترونز قد عدد الالكترونز اللي انت بتفقدها يعني لو فقدت 1 من الاخر كده يبقى التشارج اللي عليك بوزيتيف 1 طب لو فقدت 2 يبقى التشارج اللي عليك بوزيتيف 2 طب لو انت تشارج عليك بوزيتيف 3 يبقى انت فقدت كام الكترون هاو ميني الكترون لوست طبعا 3 الكترونز يا رب يكون فهمناها وهيقابلكم السؤال ده مش عايز حد يبعته الا لما يكون سمع الفيديو طيب تعالوا نتكلم على العيله الثانيه يا ولاد العيله الثانيه من الاليمنتس اللي هي النون طبعا العيله الاولانيه اللي هي عيله الميتالز العيله الكبيره دي في عيلة بتواجهها تانية اسمها عيلة النون ميتالز طب ايه بقى انتوا يا نون ميتالز تعالوا نشوف they are elements which have more than four اكتر من four electrons in the outermost energy level يعني كم يا مستر five or six or seven electrons طب فور يا مستر تبع مين؟ فور يا ولاد طبعا تبع حاجه اسمها السيمي ميتالز هنعرفها ان شاء الله بعدين اللي هم بيقولوا عليهم الميتالويدز اللي هم بقى يعني ما بين الميتالز والنون ميتالز elements يعني ليها بعض الصفات الميتالز وفي نفس الوقت بعض الصفات النون ميتالز خلينا الاول في مين يا اولاد في النون ميتالز مين هم النون ميتالز لو جالك في الامتحان they are elements which have more than four electrons in the outermost energy level ممكن تكتب they are elements have five six seven electrons or طبعا or seven electrons in the outermost energy level براحتك طيب يعني ايه يا مستر بردو يعني انت وزع ولو لقيت في اللاست ليفل زي الاكسجين كده يا ولاد هو الاكسجين 8 او 8 يبقى توزع 2 6 اخرك كام يا اكسجين ان ذا اوتر موست انرجي ليفل يقول لي انا اخر 6 الكترونز يبقى انت نميت يا اكسجين طيب الكلورين يا ولاد 17 2 8 7 توزيع طيب طبعا احنا عارفينه اخرك كام يا كلورين يقول لك انا اخر 7 تعالى تعالى انت من عيله النون انت لاست ليفل بتاعك فيه 7 الكترونز زي مين كمان زي مثلا يا اولاد مثلا الفوسفورس اللي هو بي 15 2 8 5 اخرك كام اخري 5 يبقى انت تبع العيله دي راح فين انت قلنا 5 اور 6 اور 7 تمام يا اولاد كده طيب ادينا يا مستر عرفنا على الورق ازاي نعرف النم ميتالز والميتالز وزع لو لاست ليفل فيه 1 2 3 يبقى ميتالز لو اللاست ليفل فيه 5 6 7 يبقى نون ميتال طب يا مستر وات از ذا فيزيكال او وات از ذا بروبرتيز اوف نون ميتالز ايه هي صفات النون ميتالز يا ولد نمبر 1 ذي ار سوليدز جاسز تمام في منهم سوليدز في منهم جاسز وفي منهم ليكويد واحد بس اللي هو البرومين اللي هو ويتش اونلي only... اللي هو ده يا ولاد اللي شايفينه في الصوره ده امسح لكم بس الكلام ده ويتش اونلي نون ميتاليك اليمنت ليكويد تاني كده تاني في الميتالز افكركم بقى في الميتالز كانوا كلهم سوليدز اكسبت ميركوري از ذا اونلي ليكويد ميتال طب في النون ميتالز سوليدز اور gases and the only one liquid هو ليكويد واحد بس اللي هو يا اولاد البرومين اليمنت اللي هو رمزه بي ار اللي هو is ذا اونلي ليكويد نون ميتاليك اليمنت زي ما انتم شايفين في الصوره كده ده شكل البرومين واللون بتاعه الاحمر المعروف طيب نمبر 2 they have no luster هنا ما فيهمش لاستر يا اولاد ما عندهمش ميتاليك لاستر هل بيلمعوا لا لا يا مستر خالص بصوا كده ادي النون ميتالز هل ده كان بيلمع زي الرنج او الدبله اللي كانت موجوده الذهب دي؟ لا لا لا. طيب ايه كمان؟ They are bad طبعا دي كومبير في الامتحان. Uh, they are bad conductors of heat and electricity. صح كده؟ اكسبت طبعا الجرافيت او الكربون which is a good conductor of electricity. ركز يا ولد يعني عيلة النون دي ما بتوصلش كهرباء. Bad. ما عدا بس الكربون او الجرافيت لو انت فتحت البطاريه كده واتكسرت الحجر اللي عندنا في البيت هتلاقي في ماده سودا كده هو ده الجرافيت او الكربون يبقى حطيناه ليه لان هو نون ميتال جود كوندكتور اوف الكتريستي ايه كمان ذي ار نوت طبعا ميليبل اليمنت ذي ار نوت ميليبل يعني مش بتا... ينفع نتنيها تخيل انت بتتني كده السلفر ده ده سلفر يا ولد كبريت تعال انت كده بتحاول تشكله ده هي مصر هيتفتت في ايدي في ثانية بس كده يبقى دي ار نوت ميليبل اند يعني مش هيشكلوا ولا طبعا ينفع نتنيهم خالص دي طبعا صفات مين يا ولاد النون ميتالز ادي الكربون والجرافيت اهو النون ميتال الوحيد اللي بيوصل كهرباء جود كونداكتور اوف الكتريستي يا رب نكون فاهمين الكلام ده لو الكلام او الرتم سريع شوية عليك يا ولاد مش عايز اطول عليكم طبعا فوقف الفيديو وعيد مرة ثانية ادي طبعا هنا بيحاول يشكل او يطرق عليهم طبعا مش هينفع يطرق عليهم خالص لان هما بيكونوا نون ميتالز طيب ديورين كيميكال رياكشنز بقى انتوا يا ميتا يا نون ميتالز بتعملوا ايه تعالوا نشوف نون ميتالز تيند تو جين امال الميتالز لوز طيب جين الكترونز فروم ذا اذر اتوم تو كومبليت ذير اوتر موست انرجي يعني يعني مثلا يا ولاد السي ال 17 وزع كده 2 8 7 هو انت كلورين اخرج كام؟ يقول لك انا اخر 7 الكترونز انت كده شبعان ومستقر يقول لك لا انا مش شبعان انا لسه كده مش مستقر انا عايز يكون اللاست ليفل بتاعي كومبليتد وذ الكترونز طيب تعمل لوز زي الميتالز كده يا انا هفقد 7 هوديهم فين؟ مين الاتوم اللي هتتحد معايا وتاخد مني 7 الكترونز؟ في التيست تيوب لما نخش مع بعض في التيست تيوب طب الاحسن تعمل ايه يقول لك انا اعمل جين ل1 هو انت كده يبقى نون ميتال لان النون ميتال زي اولاد بتعمل دايما ايه زي ما احنا اتفقنا جين طب يلا كده هيبقى CL ال 17 2 8 طبعا هكتب هنا جين 1 الكترون 1 اي يعني الكترون طيب هيبقى تبقى 2 8 8 وبقيت شبه الارجون جاز اللي هو اي ار -E -E اللي هو الغاز الانرت جاز ده الخامل ده إيه اللي هو الناس كلها متغاظة منه لان هو مستقر بقيت شبهه بقيت 288 بس بقى عندك 8 الكترونز وبره او في جوه او في جوه النيوكليس بتاعتك 17 بروتونز فانت بقيت كده ايه ده انت خدت الكترون زياده فبقيت نيجاتيف 1 ليه يا مستر ما هو الالكترون ده نيجاتيف يا ولاد انا اديتك نيجاتيف نيجاتيف تشارج فانت بقيت ايه؟ نيجاتيف بزياده بزياده كام؟ 1 تعال نشوف اكزامبل تاني يعني مثلا تعالوا نشوف السلفر اس ال ال 16 2 2 8 6 طيب انت يا سلفر اخرك كام؟ يقول لي انا اخر 6 الكترونز ايه ده ده انت نم ميتال بالظبط كده انت كده شبعان كومبليتد ويز الكترونز ساتيوريتد ويز الكترونز لا طب انت تعمل ايه؟ يقول لك انا الاسهل جين 2 جين تو الكترونز عشان اشبع كده ويبقى اخري 8 برافو عليك يا سلفر يبقى انت اس 16 افتح براكت كبير كده واكتب 2 8 8 واحد بيسالني دلوقتي يا مستر لي يا مستر هو خد الالكترون التو الكترونز دول منين يعني؟ ركز انا قلت لك من شويه الكلام ده بيحصل ديورنج كيميكال رياكشن لما السلفر تحطه مع اليمنت تاني في تيست تيوب يحصل ما بينهم الكلام ده ده يعمل جين وده يعمل لوز فهمنا يا ولاد؟ طيب فانت يا سلفر دلوقتي بقيت ايتين الكترونز وشبه الارجون برضو ايتين بس البروتونز عندك كام جوه؟ 16 يبقى انت مين اكتر؟ النيجاتيف تشارج اكتر بكام؟ ب2 يبقى نيجاتيف 2. انا بقى عليا تشارجز نيجاتيف اكتر اكتر ب2 فبقيت طبعا نيجاتيف 2 لان انا عملت جين 2 الكترونز وهكذا يا ولد. طب بصفه عامه بقى وات اذ مينت باي؟ يعني ايه؟ النيجاتيف ايون نمسح بس الكلام ده يعني ايه النيجاتيف ايون يا ولاد طبعا ات از ان اتوم اوف نون ميتاليك طبعا ادام انت نيجاتيف ايون يبقى انت اكيد نون ميتاليك اليمنت يبقى ات از اتوم هو اتوم عادي بتاعت نون ميتاليك اليمنت بس ماله جين ان الكترون اور مور ديورنج كيميكال رياكشن الفرق بين البوزيتيف ايون والكيميكال وال والنيجاتيف ايون يا ولاد كلمه جين دي وطبعا هناك ميتاليك اليمنت وهنا نون ميتاليك ممكن تقول على طول كده ممكن تقولها كده على طول اتزان is an جين that gain an electron or more during chemical reaction تمام كده واحد بقى عايز بقى الدرجه الفول مارك يعني اللي هو هاي ما ينقص خالص اتزان is an atom of non metallic element that gain an electron or more during chemical reaction طبعا الثاني مش هتنقص برضو ان شاء الله بس انا قصدي اللي انت الطالب بقى اللي بيحب يكتب كده في الامتحان وبيكتب لنا اجابات كامله كده جميل يلا نكمل طبعا دي الاكزامبلز اللي انا قلتها ادي الكلورين طبعا هنا هيبقى نيجاتيف 1 هنا هنا طبعا ده الاكسجين سيكس هياخد 2 يبقى نيجاتيف 2 تمام يا ولاد وتعالوا نشوف الملحوظه اللي احنا كنا قلناها الناحيه الثانيه زيها في البوزيتيف اي بصوا كده معايا اسمع الجمله دي كده حاول تفهمها The negative ion carry a number of negative charges. ماشي مالها؟ equal to the number of gained إلكترونز. يعني يا مستر؟ يعني انت يا كلورين انت نيجتيف كام؟ يقولك لك نيجتيف 1. ليه؟ يقولك لك جين 1. طبعا. طب انت يا أكسجين. اللي تشارج بتاعتك ايه؟ نيجتيف 2. طب ليه برضو اصل جين 2 الكترونز. يبقى معنى كده يا ولاد ان ذا negative ايون carry a number of negative تشارج. مالها؟ negative تشارج دي؟ equal the number equal تيجي في complete the number of gained electrons بتيجي في complete الكلمتين اللي تحتيهم خط دول تعلموا بقى نظام الشرح هيورد معايا عشان تبقوا عارفين انا بحط تحتيه الخط ده يعني بيجي في complete في الامتحان او تشوز فتبقى متابع تعالوا نشوف سؤال give reason give reason both sodium ion and oxygen ion have the same number of electrons تعالوا نشوف الصوديوم ان 11 2 8 دي الاتوم دي الاتوم العاديه اللي هي نيوترال ادي البوزيتيف ادي النيجاتيف تعالوا نحولها لايون تقول يا مستر اخرها 1 يعني لوز برافو عليك هتبقى 2 8 بوزيتيف 1 وبقى عندها كام الكترون دلوقتي 10 تعالوا نشوف الاكسجين او 8 2 6 يعمل ايه ده يعمل جين يا مستر ل 2 عشان يبقى اخره 8 يبقى 2 8 وعمل جين يبقى نيجاتيف 2 عشان هو عمل جين ل 2 جين نيجاتيف ها يا ولاد حرف الجي مع الجي كده خليك فاكرها جين نيجاتيف طب وبعدين يا مستر كده بص يا ولاد بقى كام الكترون هنا في الصوديوم ايون 10 وهنا كام الكترون في الاكسجين ايون 10 يبقى الإجابة ايه بقى بيكوز صوديوم ايون فورميد وين الصوديوم اتوم لوز 1 الكترون اه فقدت 1 الكترون and change into positive ion which contain 10 electrons while oxygen لكن like الاكسجين formed with an oxygen atom gain 2 electrons and change into o negative 2 which contain 10 electrons also o 2 فاهمين اشرح اللي انت عملته هتقول له اه اصل الصوديوم lose 1 one electron and change into positive i زي ما انتم شايفين كده which contain 10 electrons while oxygen gain 2 electrons تمام and it change into negative ion which contain 10 electrons also طيب بصفة عامة يا ولاد بقى يعني ايه ايون what is what is meant by ion يعني ايه ايون it is the atom هي عبارة عن atom the atom of an element that lose or gain an electron or more during chemical reaction تاني كده مش ملاحظين حاجة هنا انا بعرف الايون بصفه عامه يعني ايه ايون تقول لي يا مستر هي أتوم يا اما عملت لوز وبقت طبعا بص في ايون يا اما عملت جين وهتبقى ساعتها نيجاتيف ايون تمام ديورين كيميكال رياكشن فانا بقول لك عرف لي الايون وخلاص هتقول لي ايه اتوم ذات لوز اور جين ان الكترون اور مور ديورين ذا كيميكال رياكشن يا رب نكون فهمنا يعني ايه الايون يبقى لما تلاقي الديفينيشن يقول لك it is an atom that loses or gain one or more electrons during chemical reaction يبقى ده مين بصفة عامة يا ولاد الأيون حددت لك بقى وقلت لك لوز تقول لي بوزيتيف أيون حددت لك وقلت لك جين الكترون بس يبقى نيجاتيف أيون زي ما احنا قلنا يا ولاد العيلة التالتة العيلة التالتة من الإيليمنتس اللي هي عيلة النوبل جاسس أو الإنرت جاسس اللي هم الشبعانين بقى العيلة الالمنت الشبعانة اللي اللاست ليفل عندها مليان وكل البريدك او كل الاليمنتس يا ولاد ال 118 التانيين دول او بقيه الاليمنتس بقى هم عددهم 6 اليمنتس تمام يبقى ال 112 التانيين دول متغاظين منه وعشان كده بيعملوا لوز اور جين للالكترونز طيب يبقى مين هم النوبل جازز ذي ار اليمنتس ان ويتش ذا اوتر موست ليفل ار فول وذ الكترونز هم اليمنتس يا ولاد اللاست ليفل عندهم طبعا فول وذ الكترونز مليان زي مين زي الهيليوم اتش 2 كي 2 تقول لي يا مستر ازاي بقى يا مستر؟ هو كده الهيليوم ده يبقى مليان؟ اه طبعا تعالى 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 هو الكده بيشيل كم الكي بيشيل كام الكترون؟ الكي الكي بيشيل 2 يبقى شبعان ولا مش شبعان؟ مليان بس هو بتملي ب 2 هنعملها بالات يعني غصب عنه؟ لا لا تمام برافو عليك يبقى طبعا يا أولاد كده كده مليان يبقى انت يا هيليوم انرتي جاز طب النيون؟ اللي هو طبعا ني 10 2 8 محتاج تعمل لوز يا نيون؟ لا طبعا انا شبعان. طب محتاج تعمل جين؟ قول لنا بس. لا طبعا. يبقى انت انرت تجاس لا ولا نان ميتال. بالظبط كده. الارجون اي ار 18 2 8 8 محتاج تعمل لوز يا ارجون للالكترونز عشان تبقى ستيبل كده يقول لك ازاي يا جماعه انا شبعان اصلا انا عندي 8. طب محتاج تعمل جين؟ لا طبعا. يبقى انت انرت تجاس او نوبل جاس. تمام يا ولاد؟ عشان كده اللي هما بيسموا كده ليه بيسموهم انرت طبعا لان هما the last energy level completed or saturated with electrons don't take parts in chemical reaction مش بيشاركوا في الكيميكال رياكشنز هما شبعانين اصلا هيعملوا رياكشن ليه بقى ويفكوا الالكترونز اللي عندهم فاهمين قصدي فطبعا بيكونوا انرت جاسز اور نوبل جاسز طبعا او زي ما احنا قلنا they don't participate in the chemical reaction in ordinary conditions مش بيشاركوا في الكيميكال ريأكشنز خلاص. إيه كمان؟ The molecules consist of only one atom، يعني عمري ما هتلاقيني كاتب لك الـ AR2 كده، AR2 غلط. لأن الأرجون عمره ما يعمل تو آتوم. ما يتكونش من المولكيول بتاعه ما يتكونش من تو أتومز. ليه يا مستر؟ لأن هو أصلا كسلان خامل. هي الأرجون أتوم واحدة بس. الموليكيول أتوم واحدة بس. يبقى The molecules consist of single atoms بيسموهم يا اولاد باسم المونو أتوميك زي ما قلنا في الترم اللي فات. ايه كمان؟ They don't form positive or negative ions in the ordinary conditions. طبعا مش بيكونوا لا positive ions ولا negative ions. طبعا يا مستر ما هم ما بيعملوش لوز ولا جين. زي ما احنا قلنا. تعالوا نشوف سؤال give reason اخر سؤال. نوبل gases دونت participate in chemical reactions. مش بتشارك في الكيميكال reactions. طبعا under the ordinary conditions يا ولاد. يعني في الظروف العادية. ليه؟ طبعا due to the completeness of their outermost energy levels with electrons لان الاكتمال اللاست ليفل عندهم او الاوتر موست انرجي ليفلز وذ ايه يا ولاد؟ وذ الكترونز. يا رب نكون فهمنا الجزئيه دي. بكده خلصنا بارت 1 من الليسون بتاعنا. ان شاء الله تابعوا الجزء الثاني ان شاء الله في موعد الحلقه بتاعتنا. في جدول على صفحه الفيسبوك يا ولاد وعلى جروب الفيسبوك مستر ساينس. يا ريت يا ريت بجد نعمل فولو للجروب لان انا بكتب كل الاخبار عليه. امتى ميعاد الحصه هل الحصه اتاجلت ولا لا الحصه في ميعادها ولا لا فنكون متابعين يا ولاد صفحه الفيس لان ممكن حتى القناه برضو لا قدر الله يحصل فيها حاجه يبقى المكان اللي نقدر نتجمع فيه ونقول هنعمل ايه بعد كده هو جروب الفيسبوك او صفحه الفيسبوك مستر ساينس نعمل سيرش عليها بنلاقيها على طول ان شاء الله ميعادنا طبعا في في كل اسبوع زي ما احنا متفقين يوم الثلاث من كل اسبوع بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته